الدكتور مجاهد أبو الهيل للدفع بمسيرة العمل الإعلامي العربي. المغرب اليوم كيحتضن هذه الدورة المهمة لوزراء الإعلام العرب. اليوم فقط يوم افتتاح، يوم اجتماع المكتب لهذه المؤسسة، وغدا إن شاء الله سيكون لقاء الوزاري لوزراء الإعلام العرب. وبالطبع الهدف مرة أخرى هو العمل المشترك في مجموعة القضايا اللي كتهم الدول العربية، على رأس المفترض القضية الفلسطينية والتعامل الإعلام العربي مع القضية الأولى للدول العربية، وبالطبع القضية الأولى كذلك المغرب كيعتبرها قضية وطنية كيف ما القضية ديال الصحراء. كاين مجالات أخرى سوف تناقش من طرف الوزراء الإعلام، لأننا نتكلم على الإعلام والتواصل، نتكلم على مجموعة من المجالات، نعم العلاقة مع الصحافة، ولكن حتى العلاقة مع الصناعات الأخرى كصناعات الألعاب التصويرية اللي أعلن عليها اليوم سيادة الكاتب العام في كلمته، في الصناعات السينمائية، يعني مجموعة من المجالات اللي كتهم الاتصال والتواصل اللي غنحاولوا نناقشوها. والمغرب غيترأس لمدة سنة هذه اللجنة، والهدف مرة أخرى هو يكون تبادل تجارب في هذه المجالات اللي تكلمنا عليهم. المغرب عنده بالطبع مجموعة من التجارب اللي هي ناجحة اللي غنقدموها لأشقائنا في الدول العربية، وبالطبع التحدي هو كذلك تكون هناك استفادة من مجموعة من المبادرات القائمة في مجموعة من الدول العربية اللي غنحاولوا كذلك تكون استفادة منها، ولما لا في هذه السنة إن شاء الله نخرجوا بواحد المشروع مشترك من مجموعة القضايا المشتركة اللي عند الدول العربية في مجال الاتصال والتواصل. اليوم احتضنت مدينة الرباط، هذه المدينة القادمة من أعماق التاريخ والحضارة، الدورة العادية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ونوقش في هذه الدورة أهم ما يواجه العالم من تحد كبير هو تحدي الذكاء الاصطناعي. كذلك نوقشت قضايا مهمة مثل القضية الفلسطينية وقضايا أخرى واختيار عاصمة جديدة للإعلام العربي. اليوم الرباط سجلت هدفا في مرمى التاريخ عندما احتضنت هذه الاجتماعات، واجتمع تحت خيمتها الدافئة كل الوزراء العرب وكل المعنيين بصناعة الإعلام العربي. أبارك للمغرب دولة وملكا وشعبا هذه النجاحات وهذا السخاء الرائع وهذه الدعوة الكريمة. هذه الأيام وسلمتنا مفاتيح مصر.